طبعا الموصل معروفه من عهد الجليليين مدينه صناعيه، كانوا يصنعون الصفر وادوات معينه، حتى يعني في بعض المتاحف في روسيا كذا اكو شغلات صناعيه من الموصل. نا اهل الموصل ناس حرفيين، ناس يشتغلون، بس الراد دوله تدعمهم. يعني احنا الموصل امكانيات تكون مدينه صناعيه، كله موجود، مواد اوليه، قدره بشريه، عقليات، كفاءات، اشي ينقص. زين انا اسال سؤال، ليش ما تصير مدينه صناعيه؟ اكو فيتو على انه ممنوع الموصل تصير مدينه صناعيه؟ اكو جهه ما تقبل الموصل تصير صناعيه؟ العراق سؤال يطرح نفسه، العراق اذا صارت الموصل مدينه صناعيه ينهض بها لو يضعف؟ ينهض يقوى. انا عندي اولاد اربعه، اذا واحد صار مهندس واحد طبيب انا اقوى. هذا الموصل ابن العراق، بابل ابن العراق، كلهم ابناء هذول. ايش قد يقوون؟ العراق يقوى. اما اذا نظل ناكل نبيع نفط وناكل شغلتنا تعبانه. الموصل مدينه حضريه، الصناعه والنهضه بها طبيعي وليس مدينه زراعيه فقط. برايك اهم الصناعات كل الصناعات تنجح بالحصار. الناس قامت تتلم طباخ ويصلحوا ثلاجه، لان كان اكو حاجه، لان اكو ابداع واكو حاجه. الان رواتب موجوده، الناس تبيع نفط وتاكل وقاعده، ونستورد البطيخ الري، ايش نستورد؟ المهم نستورد. الان الفكره انه العراق مدنه تكون سوبر ماركت، مجرد مدن استهلاكيه. المفروض يعني الاداره المحليه افهم من عندنا كثير، اعمل مناطق خاصه للمكانات الصناعيه. ايش تولد؟ تولد انه يصير عندك دافع انه تنشئ مصانع او تنشئ امور. هسه تلاح البيحة كنتوا طالعين من الشقق وشفتوا معرضين مال السيارات راح ينفتحون من شركات، وهي ايش دلاله على انه الوضع الحمد لله امين. والاشخد تشجيع ايضا قريته استثمار، قريته انه الفنادق عندنا بالموصل فول، هاي من النوادر الصيغ، يعني تشجيع انه الفنادق تنعمل اكثر، فنادق السياحي اكبر تصير، تنطي دافع اولا ايدي عامله، اثنين الـ عندك طبعا الاقتصادي، انه المواطن ليش يروح ياخذ من غير مكان؟ ياخذ منه المصنع من هون، يعني تكلفته اقل، النقل اقل عنده، الجوده احسن. هاي عده نقاط تولدها. انت مدينه الموصل تربط لك عده مدن، هون هسه مدينه الموصل تربط عده مدن، وهسه انت مستطرقه. يعني انا هون كسوق ايمن عندي يومياً يجيني هسه بالعشرات من الاكراد، من المسيحيين ما شاء الله، من اليزيدي، من كل الطوائف عاد تجي. ايه ما شاء الله. احنا نريد جهود المجتمع، يعني تعاون تكاتف كلها، ها، حتى نبني مدينتنا للتطور، مدينة صناعية بكل أنواع المعامل. شو هي الصناعات اللي برأيك اللي تكون مدينة الموصل يعني مؤهلة؟ هي معامل الألبسة، ها، معامل صناعية كعامة، معامل صناعية، كل الصناعات اللي تستخدمها بهذا الوقت المواطن الموصلي. أغلب الشباب هسه تعيينات ماكو، فإذا أكو صناعات، أكو معامل صناعية راح يقضي على البطالة. النهر موجود، نهرين مثل ما يقول، الزراعة موجودة، كل شيء موجود على أرض الموصل، كفاءات موجودة، ولكن مثل ما يقول محصورة. فإحنا ما دام ماكو تحرك من المواطن، ماكو تحرك من مثل ما يقول الجهات العليا، فهذا راح يبقى هذا الاقتصاد يعني زحمة نتطور إحنا.